السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مدارس الوطن العربي من الصف السادس الأساسي في مادة اللغة العربية. معكم مس رزان الميناوي. طلابي الأعزاء، سنبدأ بالوحدة السادسة عشرة، وهي الوحدة الأخيرة في مادتنا، وعنوانها فلسطين عربية. سننتقل إلى درس القراءة، وعنوانه حما فلسطين، وهي قصيدة للشاعر عبد الرحيم محمود. دعونا الآن طلابي للاستماع إلى القصيدة، وأرجو منك طالبي العزيز الانتباه لقراءتها جيدا. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش، وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما. خطى أرى مصرعي دون حق السليم، ودون بلادي هو المبتغى. هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فذا. فكيف اصطباري لكيد الحقود، وكيف احتمالي لسوم الأذى؟ قلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى. وأحمي حياضي بحد الحسام، ليعلم قومي بأن الفتى فيعلم قومي بأن الفتى. بعد استماعكم لقصيدة حما فلسطين، دعونا لنتعرف على مؤلفها الشاعر عبد الرحيم محمود بإيجاز. الشاعر عبد الرحيم محمود. ولد الشاعر عبد الرحيم محمود سنة 1913 في بلدة عنبتة التي تقع في تول كرم في فلسطين، ويلقب بالشاعر الفلسطيني الشهيد. درس المرحلة الثانوية في المدرسة الثانوية بنابلس. عندما اشتعلت ثورة 1936 انضم إلى المجاهدين الذين يقاومون الاحتلال البريطاني. درس في الكلية الحربية في العراق، وتخرج برتبة ضابط، ثم عاد إلى فلسطين وظل إلى يوم استشهاده نشطا على الصعيدين السياسي والشعري، الذي امتاز شعره بالوطنية. استشهد في معركة الشجرة في 13 من تموز من عام 1948 ميلادي. بعد استماعكم عن حياة الشاعر، سنتعرف على الفكرة العامة من القصيدة وماذا أراد الشاعر منها. الفكرة العامة هي حب الشاعر لوطنه وإصراره على التضحية من أجله. دعونا الآن طلابي الأعزاء للانتقال إلى شرح الأبيات، وعددها 9. البيت الأول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. المعاني الجديدة هي راحتي كف اليد، ألقي أرمي، مهاوي أعماق، الردى الهلاك أو الموت. وشرح هذا البيت يقول الشاعر أنه سيحمل روحه ويأخذها بيده ويلقي بها في دروب الموت، أي أنه سيغامر بروحه من أجل وطنه. وفي هذا البيت صورة فنية، صور الشاعر روحه بشيء يحمل فيضعه على راحة يده ويلقي به في أعماق الموت. البيت الثاني: فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. المعاني الجديدة هي تسر تسعد، يغيظ يقهر، العدا الأعداء. وشرح هذا البيت يقول الشاعر إما حياة حرة شريفة تسعد الصديق، أو الموت من أجل الوطن وهذا يغيظ الأعداء. البيت الثالث: ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. المعاني الجديدة هي غايتان هدفان، ورود وصول، المنايا مفردها منية وهي الموت، المنى مفردها المنية وهو ما يتمناه الإنسان.
والهاء في لها تعود على النفس. وشرح هذا البيت يقول الشاعر: الإنسان الشريف له غايتان في حياته، إما خوض المهالك بالدفاع عن الوطن والموت من أجله، أو تحقيق الحياة الجميلة دون احتلال. البيت الرابع: وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما. المعاني الجديدة هي: مخوف أي ما يخاف منه، الجناب هي الناحية أو الهيبة، الحما هي الوطن والأرض. يتساءل الشاعر: ما قيمة العيش؟ بل لا أريد هذا العيش إن لم أكن مخيفا لأعدائي، ولا يستطيع أحد أن يعتدي على وطني، أي الحياة لا تستحق العيش طالما الوطن محتلا. البيت الخامس: أرى مصرعي دون حق السليب، ودون بلادي هو المبتغى. المعاني الجديدة هي: مصرعي هلاكي، السليب المأخوذ غصبا أي بقوة، المبتغى المطلوب. يقول الشاعر: أرى الموت في سبيل الله هو غايتي، إن لم نسترجع بلادنا المحتلة والعيش بكرامة. البيت السادس: لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فذا. لعمرك هو أسلوب قسم، رام طلبة، ذا اسم إشارة. يقسم الشاعر أن موت الإنسان حماية لوطنه هو موت الرجال، وهو الموت من أجل الحق، ومن أراد موتا شريفا فهذا هو، لأن فيه الشهادة. البيت السابع: فكيف اصطباري لكيد الحقود، وكيف احتمالي لسوم الأذى. المعاني الجديدة هي: اصطباري الصبر دون شكوى، كيد مضرة، الحقود الكاره، سوم مشقة أي شدة الألم والظلم. يتساءل الشاعر: كيف يصبر نفسه على كيد الحاقدين، وكيف يتحمل أصناف الأذى والإهانة ولا يفعل شيئا؟ البيت الثامن: بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى. لظى أي مشتعلة. يقول الشاعر أنه سيقاتل الأعداء بكل صلابة، فقلبه كالحديد، وقتالهم سيكون نارا مشتعلة، وهذا كناية على شجاعته وشدة بأسه. وفي هذا البيت صورة فنية، صور قلبه قاس كالحديد، وغضبه على الأعداء بالنار المشتعلة، وكأن قلبه حجر سيرميه في وجه العدو. البيت التاسع والأخير: وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى. المعاني الجديدة هي: حياضي وطني، الحسام السيف. يقول الشاعر أنه سيحمي وطنه ودياره بقوة السيف الذي يملكه، حتى يعلم قومه بأنه الفتى الشجاع الذي يدافع عن أرضه ويستحق أن يفتخر به. لنتعرف الآن طلابي الأعزاء على الأفكار الرئيسة الموجودة في القصيدة. من البيت الأول إلى الثالث: قتال الأعداء من أجل حياة كريمة ورفض العيش بذل. من البيت الرابع إلى الخامس: الحياة لا تستحق العيش طالما الوطن محتلا. من البيت السادس إلى السابع: الاستعداد للموت الشريف وعدم الصبر على أذى العدو. من البيت الثامن إلى التاسع: العزم على قتال الأعداء والدفاع عن الوطن. لنتعرف الآن على أسلوب القصيدة. أولا: قوة العاطفة. وقد امتازت قصيدة حمى فلسطين بالعاطفة، وهي حب الوطن. ثانيا: عمق المعنى، أي كثرة المعاني المؤثرة في نفس القارئ. ثالثا: الصور الفنية، وكما شاهدتم طلابي الأعزاء الصور الفنية الموجودة في البيت الأول والثامن. رابعا: أسلوب الطباق الذي ظهر في البيت الثاني، مثلا الصديق، طباق العدا أي الأعداء. خامسا: أسلوب القسم الذي جاء في البيت السادس، مثل لعمرك. دعونا الآن طلابي لاستخراج بعض القواعد من القصيدة. البيت الأول: سأحمل روحي على راحتي، وألقي بها في مهاوي الردى. الفعل أحمل، فهو فعل مضارع، ماضيه حمل، والفعل حمل من حيث الصحة والاعتلال، فهو فعل صحيح سالم. ألقي فعل مضارع، ماضيه لقي،
والفعل لقي من حيث التجريد والزيادة فهو فعل مجرد ثلاثي. البيت الثاني: فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. الفعل يغيظ فعل مضارع، والماضي منه غاظ، والفعل غاظ من حيث الصحة والاعتلال فهو فعل معتل أجوف. البيت الثالث: ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. الهاء في لها تعود على النفس. البيت الرابع: وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. عشت من الفعل عاش، وعاش من حيث الصحة والاعتلال فهو فعل معتل أجوف. لم أكن، لم حرف جزم، أكن أصلها أكون، حذفت الواو لأنه سبقها حرف جزم، وإعرابها فعل مضارع مجزوم ناقص مبني على السكون. الجنابي كلمة مضافة إلى كلمة مخوف، وإعرابها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. البيت السادس: لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا. هذا اسم إشارة، وذا أيضا اسم إشارة، والهاء هنا للتنبيه. البيت الثامن: بقلبي سأرمي وجوه العداة فقلبي حديد وناري لظى. أرمي هو فعل مضارع، والفعل الماضي رمى، ورمى من حيث التجريد والزيادة فهو فعل مجرد ثلاثي. البيت التاسع: وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى. الحسام هنا جاءت مضاف إليه لأنها جاء قبلها اسم مضاف، وإعرابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الفتى أصله فتى، وفتى من حيث التجريد والزيادة فهو اسم مجرد ثلاثي. ننتقل الآن أعزائي